كما أشاد المواطنون المصريون العائدون من السودان في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولخلية الأزمة المشكلة لعودتهم من السودان بعد اندلاع الاشتباكات. أشرف باسمك؟ محمد رضا. محمد، كنت موجود في السودان مع أهلك ولا مقيم ولا كنت بتدرس؟ طالب بدرس هناك في علاج طبيعي، تالت علاج طبيعي كلية الفجر. فبس حصلت الظروف ديت يعني. والله بنحب نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالأخص يعني القنصلية المصرية والسفارة المصرية على حسن التواصل معانا دايما وتوجيهنا ان احنا نلتزم ببيوتنا وقت ما يحصل ضربة او اي مشاكل بره، وتوجيهاتهم لينا اللي خلتنا نوصل بالسلامة لحد هنا زي دلوقتي. يعني الف شكر ليهم الحمد لله. ايه الاجراءات اللي حصلت عشان تعودوا الى ارض الوطن؟ تواصلتوا مع مين؟ مين تواصل معاكم؟ كنا بنتواصل مع القنصل العام دايما والسفير لحد ما وصلونا لمطار دنجلة ونقلونا بالطياره لحد هنا دلوقتي. مهندس كمال الالماوي، كنت مدير عام ابحاث النيل الشمالي تابع لوزاره الري، تابع بعثه الري في السودان. طبعا الحمد لله على السلامه في الاول، ويعني مشاعر وصولك لارض الوطن. الحمد لله. طبعا يعني الاول ان احنا طبعا يعني تعرضنا لمواقف كانت صعبه جدا، بس الحمد لله قدرت القياده السياسيه وقدرت القوات المسلحه انها تتدخل في الوقت المناسب، وقدرنا ان احنا نوصل لبلدنا سالمين انا واعضاء البعثه كاملين ان شاء الله. يعني